لقضاء حوائجكم واستجابة دعائكم وتقبل أعمالكم وتعجيل الفرج لولي الله الأعظم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام على الصديقة الطاهرة والذرة الفاخرة والشهيدة المظلومة والمضطهدة المقهورة يا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا رحل النبي محمد خير الورى رحل النبي محمد خير الورى يا دار بعد محمد ماذا جرى رحل النبي محمد خير الورى يا دار بعد محمد ماذا جرى صيغي ليال مأساة كل فصولها صيغي لي المأساة كل فصولها لأصيغ من دمع المحاجر أنهرا يا دار قولي أي ضلع طاهر ما بين بابك والجدار
الأنهار تكسرا وبأي زاوية حبيبك محسن وبأي زاوية حبيبك محسن من وخزة المسمار خر معفرا وبأي خد من حرارة لطمة قرط البتول على التراب تنثرا ماذا رأت عيناك حين هجومهم هجومهم قولي وصدي ما يشاق ويفترى أرجو المعذرة من أبناء علي وفاطمة هرمت فاطمة بغير خمارها وهي التقى وبغى الخمار تسترا هل هل يا الله هل كنت ناظرة لكسرة ضلعها أم رمت خلف الباب خدا أحمرا والي 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 مذ أضرموا بالباب نيران الأسى أوما توقد قلبك وتفطرا مذ هاجموها وهي تدفع بابها مدت يديها هل رأيت الخنصرا من لا يبكي يتباكى هذه هي الزهراء مذاجموا وهي تدفع بابها مدت يديها هل رأيت الخنصرا أسمعت يا أبتا ساعة دفعهم للباب هل كان النداء مؤثرا كل الجراح أمام عينك فصلت فلأي جرح كان حزنك أكبر بأبي التي كانت تصبر نفسها
كي لا تعذب من أسى حيدرا مات التصبر في أسى مظلومة من أين أجلب للمصاب تصبرا وويلا وويلا أي جرم أعظم من هذا الجرم وأي فادح أعظم من هذا الفادح سور الكتاب على البتول تفطرت والمصحف الموجود ينعل كوثرا بانت أناملها وخد سطى وضربها وقالها يا زهرة حجرتك لازم نطبها وحظ قوته بالباب يا شيعة وعصرها وفاطمة تنادي يا رسول الله تكون والفتاح باب الدار والزهرة بالأخمار ولجل الستر لاذت ما بين وبين الجذار ونادى على اصحابه وغجم بيهم على الدار وبالباب شافه سترت بضعة نبينا وين الضجة يا أهل المرخ أين الحنين والزفير على الزهراء جاها جاها وعصرها وفاق وجنت غلطمها وضلع كسرها بطين هولا رحمها وزينب تشوف وقامت تدافع عنهم وطاحت وطاح الحمل من غمس يطين أنا لا أكلفك بالرد إنما أطالبك بالدمع طلع وبحيدر والبتولة يمي لعتاب وفضة وعيها وتنهضها من التراب وتشمذ اللطمة وتشد براسها عصاب وتقول عليك راح ابو ابراهيم وينه
ولا كفاهم غصب ميراث أمن حتى ضرباني وكسروا يا ياب ضلعي وبس ما سمعني الأب أبكي وانعي السوى بها ما عرفناه ما عهدناه ما رأيناه أن البنت إذا فقدت يعني فقدت أبوها فقدت أمها لما يجون يعزونها يخلفون عليها يحبونها على رأسها يقبلوها على خديا على كفيا يقول لها عظم الله لك الأجر ويلي 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 ولا كفاهم غصب ميراث أمنعي حتى ضربوني وكسروا يا يام ظلعي وبس ما سمعني الأب أبكي والعين قال اضربوها لا تصب الدمع سكا فزيت يوم الجاني وانا اهل دموعي وانا بعد من فقدك بعد ما يسكن راعي فزيت بلزم بابي وكسروا يا ابويا وإذا بمولاتكم فاطمة 40 يوما على فراش الموت على فراش الموت لا تنام إلا على جنب واحد صور نفسك يا أخو لو كان إنسان عنده زوجة صالحة وشافها انضجعت مريضة يوم واثنين وثلاثة وعندها مذاعير ما حال ذلك الزوج قل لي بربك أمير المؤمنين 40 يوم يرى الزهراء طريحة على فراش المرض لكن نايمة على جنب على الجنب الثاني ما تقدر تنام أم حسين ليش؟ لأن في ذلك الجنب ضلعين مكسورين لا خلى راسها بحجرة تذلك والحن عليها للمهتم مليان خلى راس غب حجره تذلك والحن عليها وفاضت بيت دمع عينه وصاح المرتضى بيها يا معصورة بصير الباب هل ولا تخليها ولا تبكين وتولين يا زهرة فجعتيني يا معلولة يا منحولة يا مضروبة علمتونك
حلفك بالزهرة شيلوا يا يا معلولة يا منحولة يا مضروبة علمتونك يا مهضومة يا مظلومة يا ملطومة على عيونك يا مرفوسة على ضلوعك اشوفك من خطف لونك وشيله وياي وهي ليالي نعوة يا معلولة يا منحولة يا مضروبة علمتونك يا مهضومة يا مظلومة يا ملطومة على عيونك يا مرفوسة على ضلوعك اشوفك من خطف لونك وما تحكي يا زهرة وياي ما كلش تعرفيني هاي زينب تنوح احداج وام كلثوم واولادك وراسك ما تشيلينا يا زهرة من على وسادك لا 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 يم الحسن وحسين حان اليوم ميعادك وايش اللي عليك اليوم زايد يا ذي عيوني سيدنا يا ولدي اريد دمعة منك يا حبيبي دمعة على جدتك الزهر خلي يشوفك اللي ما بكي شلون تبكي على الزهرة انت متربي في بيت تتلى فيه الزهرة ويلي جرح الصدر بالمسمار زاد عليك يم حسين لو ظلعيك مألملك يا زهرة لاص وابلعك لا 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 لو حان العمر واليوم عزمك للقبور تمشين شلت سلوتي واليوم بعدك من يسليني اللي باب اللي ما بكى معذور اقول لك اللي ما بكى معذور بس لعل هالبيت يحرك دمعه مختزله في عيني الزهرة بنفسها تجود فوق الفرش وتنادي يا حامل حما باموت باموت يمي قرب اولادي وخل زينب عند راسي
احط ايدك على افادي وخلا دعن شمالي وخلا دعن يميني واقعد يا علي وياي لو ساعة قبل موتي ولا من غام مضت عيني يا حيدر جيب تابوتي هالليلة يا حامل جار بسافر عن بيوتي وضرب الشين يا ابو حسين فرق بينك وبيني عند لك نعاوي هنيالهم اولادنا اللي يبكون على الزهر هنيالهم دول الصغار ويلي 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 ولا البجارحة يا حامل حما بوصيك دير العين ليتامي وغسلني بظلام الليل من خلصة ايامي ولا تمسح على ضلوعي تراغم كسر عظامي ولا من نامة العدوان تالي الليل شيعوني في ناس ما يصيحهم إلا الحسين ولا للجمعة يا علي يا علي خل زينب صومي قربها يمي اجى زينب شالها علي وخلها صوب امها وطلع امير المؤمنين فتحت عيناها في وجه زينب يما يا يما يما يا يما يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا الله أين الأصوات الجارحة يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا لكن العدو الملون بالعصر هشم صدري وعذري ماثل قبالك يا بنتي طالعي وعذري من المسمار ما اقدر اسولف لك من المسمار بحاول احكي يا زينب قربي لي نور الان وصيه عندي لك لازم تحفظيها يا بنتي زين لظهر العاشر محرم عام 61 نفذيها قبل الحسين ما يبرز إلى الكفار تبقى طار الملة أشيله لك بشيله وياك قبل ما يبرز المظلوم ام قلبي قلبه نحره قبل ما يبرز المظلوم قبل قلبه نحره
لأن قلبه بمثلث اثب نزعى من خرز ظهره. إلك 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 اللي هناك وتعال الشمر يا زناب يترضى على صدره ويفري من حرق بعليك ورجله تفحسب لوعاء. ويلو شوف المقارنة المقارنة تبجد فديتك يا ولد يا زينب سهمي المثلث هو بالأصل مسماري وبخيامك بتلهب نار أصلها من حرق داري. سادة سادة وخمارك من جفوفك وأنا من بابي خماري وقاد الله على السجاد نفس قاد حامل جار. الفصل الأخير في نعي هذا تشيعها كيف شيعت فاطمة؟ عشر الذين رفعوا ذلك النعش لا أبغى السادة يدخلوا لي النعش النعش حتى أشيع الزهراوي ذول العشاق. ويلي ويلي ويلا هاي حكي علي مو حكي حكي علي هذا اللي بتحكي الآن حكي علي. يا شيال يا شيال التشيل الناس ما تدري من تشيله بيك جنازة أم حسين يا شيال محمولة. خلي يجي لجل القبر يا شيال شلت أم الحسن وحسين وشلت اللام بين الباب والحايط عصر الشيء وشلت اللام على الذرعان ضربوها وعلى المتنين ووقف لي أبحكي وياك يا شايل المعلولة. تقدم شوية بحطيك بيت بيتها وكل بيت والله قاتلها. شلت اللي حملها طاح وتسقط من حشاها شلت اللي حملها طاح وتسقط من حشاها وشلت اللي صدرها انصاب والمسمار آذاها وهالليل ضواها غاب واستوحش مصلاها ويا والله يصلي الليل في محراب هالليلة. مجود الحسن باليمين والحسن بالشمال. انا قلت لك كل بيت اوجع اذا انت جايت ابغى تصيح. والي شلت اللي مشت علي جنازه بشفا الملفوفه
وكثر المرض خلاه تصير عظام مصفوفة جسد متورم ايدينا من جفوفة الى كتوفة ورايح وين يا الشيال بجنازة المنحولة تعبان عبط انا علي مجلسين من بعدكم بس ابغي رنة شلت ضلوع مرضوضة شلت ضلوع مكسورة شلت عيون ملطومة ضواها من خسف نورة يا وسف على ام حسين عنت روح مقبورة دفنوها وابو الحسنين ظل محتار بالعيلة والله دوفت قلبي يا ولدي عاد والله دوبت قلبي يا ولد رد الحجر انت وحسين متخاصر بباب الدار ومن شاف صرخ يا ياب ما شلتون هالمسمار المسمار يا كرار يتمنا وبعدنا صغار وما بقدر اشوف الباب يا حامل حمشيلة اجا الزين ابو يم حسين وكفت الشبل عبره وصاحت يا عليا يا بخنا نفارق الحجرة هالمسمار ويا الباب سبت موتة الزهرة وحادر حاضن أولاده وفضة صيح مذغولة استريح ولدي أعرجبكم على الإحسان وأسألكم الدعاء لأن أحد الإخوة قال أبو فاضل وأنا أخاف أبو فاضل أخاف زعله أكو موجود هنا قال لي هلا هلا فأبو فاضل والليلة الجمعة وقلوبنا مكسورة على إخوتنا وأحبتنا أدل لولا لا عذف أذل الأخوة فضلك يا خويا بزادة في الأخوة قطع العذاب ذرعانا وشال العلم لكن بجلك لو سكل فضلك يا خو يا بزاد يلا ما شفتنا قطع العذاب ذرعانا
وشال العلم، لكن أنا باشلك جمرة غضافي جافي. ليش يعني بسألك يا أخوي، ليش ضربت على قدمك؟ ليش حسرة على أبو فاضل لولا؟ وش حال أخو ذاك اليوم؟ يقول حميد بن مسلم: رأيته يقع ثم يقوم ويقع وينادي: وأخاه. هذا الحسين، هاي الحسين، إيش حال زينب؟ تقول: بناي بناي على قبورهم داني أبقضي منهم دار، ومن القبر للقبر بمشي لو بلقنا بلشي الأمرو وتحرك الحلوين لطباع ويتنغر لمن يشوفوني بالأخمار. وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونه. يلا وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا، وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العونة. انا ما بقرا، اقرا انت. يلا احكي. وراس حسين، وراس حسين سمحوا لي تراغم كسر سنونه.